ماشي. فدي كده اول خطوه، انا كده عملت اكستراكشن للموست بيزك فيتشرز اللي ممكن الاقيها ده، وطلعت بالثلاث نتائج دول. بعد كده عايز ايه؟ انا عايز اقول ان انا عايز الاقي العالم بتاع دفعه 2018. العالم ده هلاقيه لو الفيتشر ماب دي فيها هنا ابيض، واللي جنبها دي فيها هنا ابيض، ودي فيها هنا ابيض. فهلاقي مثلا ان انا هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد اهو، فده الشكل المنطقي، يبقى انا عارف ان انا لقيت عالم هنا اول مره. لو جيت ابص لده مثلا هلاقي ان الفيتشر هتكون موجوده لو ده ابيض وده ابيض وده ابيض، ده مظبوط. لكن هنا مثلا انا عايز ده يكون ابيض وده يكون ابيض، واللي بعده بره الصوره خالص يكون ابيض عشان اعرف اقول ان في عالم هنا. هلاقي ده مش حاصل، فيبقى انا ما عنديش عالم هنا. يبقى انا دلوقتي عايز اخد الثلاثه اكستراكشنز دول واعملهم كومباينيشن تاني عشان اجيب هاير ليفل فيتشر اللي هي وجود العالم من عدمه. فقال لك اعمل كده ازاي؟ قال لك ممكن تعمل كده بنفس الطريقه تاني. ممكن تاخد بس الثلاث فيتشرز مابس دول وتحطهم ورا بعض كانهم تشانلز زي دول بالظبط، تحطهم كده في ظهر بعض كانك عملت مربع كده اهو كده، وتعمل في ظهره الثانيه فيتشر ماب اللي بعدها وين فيتشر ماب اللي بعدها. فدي بتاعت اليلو ودي بتاعت الوايت ودي بتاعت البنفسجي مي بيربل باي. طيب فانا نوعا ما يعني كاني نقلت الريبريزنتيشن بتاع الكالرز بتاعتي، بدل ما هو ار جي بي بقى يلو وايت بيربل. بس طبعا دي حاله خاصه عشان انا بتكلم في الوان، بس في عامه مش لازم يكون ده اللي بيحصل، ومش لازم يكون ثلاثه برضو. يعني انا كان عندي الايمج الاصليه ثلاثه، دول بقوا ثلاثه، بس دول بقوا ثلاثه عشان بالصدفه انا كنت عايز ديتكت عالم فيه ثلاث حاجات فعملت ثلاثه فيتشرز. لو انا عايز ديتكت عالم مثلا فيه خمس الوان، عالم كده فيه خمس الوان مختلفه، ساعتها هيكون عندي خمسه من دول، وبالتالي لما احط هنا هيبقى عندي خمسه 2 دي اريز ظهر بعض، او 3 دي اري الديبث بتاعها فيه خمس حاجات، خمس فلاتر يعني، خمس مربعات، خمس فيتشر ميبس. طيب فانا دلوقتي عشان الاقي عالم محتاج ايه؟ محتاج لو عندي ده كده مثلا، ده كده اول بيكسل، تعال نشوف اول بيكسل بس وبعدين ايه واللي جنبه مثلا، اللي جنبه اهو كده شويه، ده ثاني بيكسل. فده البيكسل ده هو ده هو ده وده هو ده هو ده، وممكن الثالث، هم اربعه صح؟ ممكن الرابع، خلاص نعمل الرابع ما جاتش عليك يعني. ممكن بقى نكبر تاني شويه معلش، ادي ده كده، نعمل ده كده، نعمل ده كده، نعمل كده، وادي ده كده ماشي، وبعدين نعمل ده كده، نعمل ده كده ماشي. المهم يعني فانا عندي دول مثلا اول اربعه بس اللي فوق. فاللي انا عايزه ايه؟ عشان يكون عندي العالم ده محتاج مثلا يكون ده واحد وده زيرو وده زيرو صح؟ لو ده واحد وده واحد وده واحد اكيد مش هيكون العالم بتاعي صح؟ فانا عايز اللي انا عايز اكستراكته محتاج احطه في الويت فيكتور بتاعي. بس الفكره دلوقتي ان انا مش عندي فيكتور بس، انا عايز يكون ده واحد زيرو زيرو، وفي نفس الوقت ده زيرو واحد زيرو، وفي نفس الوقت ده زيرو زيرو واحد. ان انا لو عندي الكومباينيشن ده، لو عندي الشيء ده على بعضه كده، هعرف ان هنا في يلو ومفيش حاجه ثانيه صح؟ هنا في يلو بس، وهنا في وايت بس، وهنا في بيربل بس صح؟ فلو انا شفت الشكل ده على بعضه، الشكل ده على بعضه هو اللي انا عايز الاقيه، عايز اتشيك ان هو موجود ولا لا. لو ده موجود يبقى انا لقيت العالم بتاعي، لو ده على بعضه كده مش موجود فانا ما لقيتش العالم بتاعي. فالحقيقه دلوقتي محتاجه اكستند شويه مفهوم الدوت برودكت. انا ما بقاش عندي فيكتور واحد، انا عايز اشوف كذا فيكتور في نفس الوقت. فانا ممكن اعمل حاجه اسمها الايه الويت فلتر دلوقتي، او الويت كيرنل، هو مجرد اكسبانشن لده يعني، بحيث ان انا هيكون عندي الويت اللي انا عايز اظبطه حاجه عامله كده. في ثلاثه اليمنتس هنا، وكل اليمنت عباره عن فيكتور حاجه عامله كده يعني، واحط هنا القيم اللي انا عايزها، القيم الصح اللي هي يبقى كده كده. فمثلا 1 0 0 0 1 0 0 0 1، طبعا 0 ده هو 0 ده، 0 ده هو 0 ده، يعني هو نفس الرقم يعني، بس ايه مكعب من كل الاتجاهات له نفس القيمه. المهم فلو عايز اكستراكت العالم بتاعي، هاخد الشيء ده كله كده واعمله دوت برودكت مع ده ماشي، مع ثلاثه تشانلز دول. انا حاسس دول بيلخبطوا، خلينا نشيلهم كده احسن، نشيل ده ونشيل ده. هعمل دوت برودكت، بس دوت برودكت جنرالايز شويه صح، هضرب كل اليمنت في المقابل له وبعدين اجمع كل حاجه.
وبرضو لو كل حاجه زي لو انا موست سيميلر لده بالظبط هيديني اكبر قيمه ممكنه للدوت برودكت. وممكن برضو بدل ما يبقى 1 0 0 اخلي دول سالب 1، صح؟ هيكون احسن كمان ان انا اخلي ده سالب 1 وسالب 1، كل دول سالب 1 عشان برضو بجيب كومبليت سيميلاريتي يعني، ماشي؟ زي ما عملنا فوق في الالوان خلاص. فالاحسن ان انا احط سوالب بدل الاصفار برضو يعني، وبالتالي ممكن استخدم التان اتش بدل السيجمويد. لو انا عايز استخدم التان اتش بدل السيجمويد هيكون يدي نتيجه احسن يعني. فالمهم ان دلوقتي بقى عندي الويت كيرنل ده او الويت فلتر، بنسميه فلتر او كيرنل، وهعديه على الحاجات دي، اجرب هنا واشوف اطلع واحد ولا زيرو، وبعدين اجرب هنا امشي خطوه واجرب اشوف اطلع واحد ولا زيرو. خد بالك دلوقتي ان كل واحد يعني الحاجات دي فوق 4 بيكسلز، فانا الحقيقه هجرب الثلاثه دول مره بالفلتر ده واشوف اطلع واحد ولا زيرو. لو طلعت واحد معناه ان انا ستارتنج فروم هنا عندي ستارتنج فروم البكسل ده هلاقي العلم 1 2 3. لو دوت برودكت مع الفلتر طلع لي واحد هنا يبقى انا لقيت العلم في اول حته. بعدين شفته كمان مره هجرب على الثلاثه دول، ماشي؟ برضو في 3 دي على الثلاثه دول مع الثلاثه دول كده. اظن ممكن نرسم دي احسن بشكل مكعب احسن كده مثلا. فدي دول الثلاثه دول هم الثلاثه فيتشر مابس دول دول كده، وده هو الويت شيء بتاعي الويت فلتر بتاعي. فانا هاخد الويت ده بكل بساطه اخده كده، معلش عشان الرسام مش عارف يشيل دول، فهو هيجي كده وهعمل دوت برودكت كده كل اليمنت مع الراجل المقابل له واحسب القيمه، وبعدين اعمل ثريشولد واشوف هيطلع واحد ولا زيرو. اطلع واحد او طلع قيمه كبيره، اطلع واحد بعد الثريشولد او يبقى انا لقيت العلم بتاعي، ما طلعش واحد يبقى انا ما لقيتش العلم هنا. اخده وامشي بيكسل واحد بس، اجي هنا كده واجرب تاني، هل لقيت العلم هنا ولا لا؟ ولا مش كده؟ لو لقيت العلم يبقى هيديني واحد، يبقى لقيت العلم، ما لقيتش مش هلاقي العلم. طيب لو جيت امشي تاني كمان واحده هلاقي ان انا هطلع بره حدود الصوره، خلاص فده مش هعمله خلاص. يبقى انا هلاقي اصلا انا عندي هنا اثنين بس وعايز ثلاثه ستارت وفي النص وفي الاخر وما عنديش الثالثه، خلاص مش هعمل كده خلاص. يبقى انا كده خلصت اول رو، انزل الرو اللي بعده اجرب على الرو اللي بعده ده اشوف برده هل لقيت عالم ولا لا. لو لقيت عالم يبقى كويس، ما لقيتش خلاص انا اجرب كده ثاني، لقيت عالم ولا لا نفس الكلام انزل للرو اللي بعده وبعدين اكمل، وانزل للرو اللي بعده وبعدين اكمل وبس وبقى خلصت. طيب نلاحظ بقى حاجه، نلاحظ ان انا كل رو دلوقتي انا برده هعمل دوت برودكت واكتب النتيجه في فيتشر ماب جديده اللي هي اللاير اللي بعد كده. فالحقيقه ان لو انا بصيت هلاقي ان انا في كل رو من دول حسبت حسبتين بس، يعني حسبت الدوت برودكت مرتين، وبالتالي كل رو هيطلع لي اثنين بيكسلز بس او اثنين مربعين بس في الفيتشر ماب بتاعت اللاير الجديده اللي هي بتقول لي بقى اذا كنت لقيت العالم ولا لا. فالحقيقه هلاقي ان انا عندي الفيتشر ماب الجديده فيها 4 روز، جيت ارسمها كده هلاقي ان انا عندي 4 روز وكل رو خليني ارسمها اصغر شويه، وكل رو فيه اثنين بتاعتين بس، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هنشيل الحتة اللي تحت دي، لا عندي حاجة زي كده. وهلاقي هنا مثلا واحد لأن أنا لقيت الشرط متحقق هنا، ده واحد وده واحد وده واحد جنب بعض، هنا واحد، هلاقي واحد تاني فين؟ هنا اللي هي تالت رو تاني واحدة اللي هي دي، والباقي كله صفار. انا لقيت العالم هنا وهنا وما لقيتوش هنا، او لو عايز الونهم ممكن الونهم، هيبقى عندي هنا واحد وهنا واحد والباقي كله سواد، ماشي؟ طيب فانا مجرد ما شفت الصوره دي هقدر اعد عدد المربعات البيضاء، عدد البيكسلز البيضاء، واعرف اذا كان دلوقتي العالم ده موجود عندي كام مره في الصوره الاصليه. يبقى كده عملت اللي انا عايزه، كنت عايز اكاونت عدد الاعلام، وعملت فعلا كاونتنج لعدد الاعلام اللي ظهرت لي في الصوره. انا كده عملت اللي انا عايزه. طيب تخيل ان انا اكتر ان انا بدل ما انا عايز اعد عدد الاعلام عايز اعرف بس حاجه ابسط شويه، هل في علم ولا لا؟ يعني عايز اعمل كلاسيفيكيشن، ذا فوتو كونتينز علم او داز نوت كونتين علم، وعايز اكمل الديزاين بتاعي بالنيورال نتوركس عشان اطلع في الاخر رقم يا واحد يا زيرو، يا في علم يا ما فيش علم. وطبعا لو بدل العلم عايز مثلا ديتكت قطه، عايز يقول لي انا في قطه ولا ما فيش قطه، في كلب ولا ما فيش كلب، في انسان ولا مش انسان، وهكذا، اللي هو الكلاسيفيكيشن الطبيعي بتاعنا من غير كاونتنج يعني. لان انا ممكن اجي هنا كده وفك الايمج دي او الفيتشر ماب دي لفيكتور طويل شويه في 8 بيكسلز، كانها هخليه بالطول بدل ما هو ايمج اخليه بالطول عادي خالص حاجه زي كده، وبعدين ادخله على بيرسبترون عادي من الطبيعي بتاعنا، وده احط اوصل كل حاجه بهنا اللي هي المالتي لاير بيرسبترون العادي او فولي كونكتد لاير العادي، واقعد اظبط الويتس دي بحيث ان لو اي واحد من دول مثلا بواحد يطلع لي قيمه، يطلع لي واحد، لو مفيش ولا واحد واحد يطلع لي زيرو. ممكن اظبط الويتس دي بسهوله، طبعا في بايس هنا برضه.
طبعا ممكن يكون عايز يتكت مثلا اذا كان العالم موجود اكتر من 3 مرات ولا لا، ساعتها ممكن اظبط الويتس بحيث ان لو 3 اي 3 من دول وحيد يطلع لي واحد، الف يطلع لي زيرو، وهكذا على حسب انا عايز اعمل ايه يعني. فان جنرال في شغلنا مع النيورال، مع سي ان انز او مع الكونفوليوشنال نيورال نتوركس، هنلاقي ان احنا دايما بنعمل شويه كونفوليوشنال لايرز، زي اللاير الاولانيه اللي انا عملتها هنا، بطلع فيتشر ماز وبعدين باجي اعمل عليها كونفوليوشنال لاير ثانيه. هنتكلم عن ايه كونفوليوشن بشكل اعمق بعدين، بس من حيث المبدا اللي انا عملته هنا ده هو اللي اسمه كونفوليوشن، اللي هو انا عندي فلتر بضربه هو هو دوت برودكت في جزء معين من الصوره، وبعدين احسب قيمه، وبعدين اخد نفس الفلتر هو هو من غير ما اغير فيه اي حاجه واشفته شويه واضربه في نفس في الجزء الثاني من الايمج، وبعدين اخده هو هو وانزل واضربه في نفس في الجزء الثالث من الايمج وفي الجزء الرابع من الايمج. فالاوبريشن دي اللي انا بلف على كل الصوره بنفس الفلتر اسمها كونفوليوشن، او بشكل ادق شويه اسمها كروس كوريليشن. وانا هتكلم عن الفرق بين الكونفوليوشن والكروس كوريليشن بعدين، بس من حيث المبدا هم عندنا ما فيش اي فرق بينهم يعني، في الكونتكست بتاع النيورال نتورك ما فيش فرق قوي بين الاثنين اوبريشنز دول، لسه هتكلم عنهم بالتفصيل بعد كده. وعاده في النيورال نتوركس بنقول عليهم هم الاثنين كونفوليوشن، المهم ان هو ده الكونفوليوشن اللي احنا بنعمله. طيب فانا بيكون عندي كذا كونفوليوشنال لايرز بالشكل ده، وفي الاخر خالص بعد ما اطلع فيتشرز قريبه قوي من اللي انا اقدر اتصرف فيها كلاسيفيكيشن عادي، باخدهم وافردهم واحط بقى مالتي لاير بريسبترون عادي، فولي كونكتد لايرز من العاديه خالص. مش لازم هنا كان بريسبترون واحد عشان كان حاجه بسيطه، بس لو انا بعمل حاجه معقده اكتر من كده ممكن احط النيورال نتورك كامله في الاخر، وبعدين بقى اوصل الفيكتور اللي طالع لي في الاخر بعد ما فردته بكل النيورونز دي، ودي بقى تبقى كونفوليوشنال، كنت بقى نيورال نتورك عاديه خالص، مالتي لاير بريسبترون عادي خالص، وفي الاخر برضو اطلع كلاسيفيكيشن سواء كلاس واحد او مالتي كلاس بسوفت ماكس او بسيجمويد عادي، ويكون عندي كوست فانكشن برضو ممكن استخدم اللي مش عارف الليست سكويرز او استخدم الكروس انتروبي، يعني الجزء في الاخر ده هو الجزء اللي احنا عارفينه قبل كده يعني. فبيكون هو ده بشكل عام الباترن اللي بنمشي عليه واحنا شغالين في الكونفوليوشنال نيورال نتوركس ككونسبت يعني. في الفيديو الجاي هحاول اشوف مثال اعقد شويه من كده، وبعدين نبدا واحده واحده نحاول نفورماليز الدنيا بشكل يخلينا نعرف نعمل تريننج يعني.